ما شاء الله من محلات رائعة في قحفان ولاية نزوة. هذا المحل بيع مواد زراعية ما شاء الله الإخوة من هنا من نزوة. محل جميل ومتوفر فيه أشياء كثيرة رائعة، كل من يحب الزراعة ومتعلقاتها وتربية الماشية الحضور هنا فسيجد ما شاء الله هذه الأرقام متنوعة. جزاهم الله خير على توفير هذه الأشياء. انتوا جاي ما شاء الله هنا تتسوقوا المحل، ايش رايكم في المحل هذا؟ والله المحل زين، محل جميل ما شاء الله، متوفر كل الحاجات فيه. نعم ما شاء الله. الاسم الكريم هلال بن سعيد بن سيف الشريف. الله يحييك اخ هلال. ويا الاسم الكريم محمد علي سالم هاشم. ما رايك بالمحل هذا؟ المحل جميل وزين. اها يعني حاجياتكم اللي تريدوه للزراعه وتربيه الحيوانات المتوفره تجدوها هنا موجوده. الحمد لله كل شيء موجود. الحمد لله جزاك الله خير ووفقكم ما شاء الله. جايب اولادك معك الحمد لله، الله يبارك فيهم.